ارحب بكم مشاهدينا في خضم تغطياتنا المستمره لانتخابات الرئاسه الامريكيه لعام 2024. قضايا وملفات ساخنه عديده تلعب دورا مهما في تحديد القادم الجديد الى البيت الابيض، وقد تساهم في حسم سباق الرئاسه الامريكيه بين مرشحه الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسيه كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب. ومن بين هذه القضايا ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي، ومنها ما هو داخلي، والناخب الأمريكي وحده هو من يحدد بوصلة وأولويات كل مرشح والملفات التي يركز عليها. وبينما يرى المراقبون أنه رغم القضايا الخارجية العالقة والتوترات المتزايدة حول العالم، فإن ملفات محلية مثل الوضع الاقتصادي والهجرة وأمن الحدود والإجهاض وتكاليف المعيشة هي ما تؤثر في اختيارات الناخبين، إذ يعتقدون أن الأمريكيين لا يهتمون بالسياسة الخارجية إلا إذا أثرت على حياتهم بشكل مباشر. يرى آخرون أن قضايا الخارجية العالقة والتوترات المتزايدة بالشرق الأوسط والأزمة الروسية الأوكرانية قد يكون لها تأثير ما لدى الناخب الأمريكي من أصول بعينها، إذ أتت في مقدمة القضايا والملفات الخارجية وشهدت تبايناً في مواقف كلا المرشحين للفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة. فهاريس تركز في تناولها قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي على نهج الدبلوماسية التقليدية والتحالفات والدفاع الاستراتيجي والتعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار، فيما يرابك ترامب لنفسه كرجل قوي يمكنه منع الصراعات أو إنهائها من خلال القوى الشخصية والتفاوض. إذن توجهات عدة وسياسات لكل منهما بتعكس كذلك توجهات حزبه، ويسعى من خلالها للتأثير على الناخب الأمريكي. دعونا نلقي عليها الضوء في هذه المتابعة.